في بي دبليو سي نسعى لتحقيق أهم مشاريع الرؤية وجلبها إلى أرض الواقع، وأفخر لكوني امرأة سعودية وعنصر فعال من فريق عمل يعمل يداً بيد نحو تحقيق مستقبل أفضل لأجيال وأجيال قادمة. أنا حاب أركز شوي على مدينة الرياض. مدينة الرياض أكيد تحتضن أكبر مشروع ترفيهي بالعالم، وأيضاً أكبر مشروع تراثي، أو أكبر خلينا نقول حي تراثي. فأكيد مدينة الرياض راح تكون مدينة استثنائية، لأنه الرؤية أكبر من مدينة الرياض يعني. بس أنا كوني إن ولدت ونشأت في مدينة الرياض، فأنا حاب أركز عليها شوي بالمحادثة. إن شاء الله مزدهر. أنا ما أعتقد إنه 2030 هي النهاية، هي فقط البداية. الحمد لله نحن متقدمين، لكن حنكون أقرب وأقرب، وحنكون نحن نقيد إن شاء الله التحول والتطور بإذن الله في العالم.